السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا بالجميع. اليوم معانا حلقة جديدة وشيقة، خاصة مع دخول فصل الصيف والحر يكثر السؤال عن مزيلات العرق، وش أفضل مزيل عرق فعال وآمن. اليوم راح أعطيكم أمثلة عليها تجارب ومدح مزيلات عرق مشهورة جدا في الصيدلية، وراح نعرف سويا وش الفرق ما بين أنتي بريسبرانت المضاد التعرق وما بين الديودرانت مزيل رائحة العرق، وهل الأملاح الألمنيوم هل هي فعلا مسرطنة أو لا. أيضا راح أعطيكم أمثلة لأفضل مزيلات عرق موجودة في الصيدلية وعليها تجارب ومدح. بس في البداية يا ريت إذا كنت جديد على القناة تعمل لي سبسكرايب، تشترك في القناة ولايك حتى يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن، تشاركوه مع أصدقائكم. ومعكم الدكتور لطفي الخزاعي، وهيا نبدأ في الموضوع. كيف تختار مزيل العرق؟ في عبارتين مشهورة راح أعطيكم إياها، بواسطتها راح تفرقوا ما بين مضادات التعرق الأنتي بريسبرانت والديدرانت. مضاد التعرق هذه تحتوي على أملاح الألمنيوم تقوم بإقفال وسد مسامات العرق فتمنع خروج العرق من الجسم. هذه بالنسبة للأشخاص اللي عندهم فرط في التعرق سواء في الآباط أو اليدين أو الأرجل تستخدم. بالنسبة للأشخاص الآخرين اللي يعانون من رائحة العرق مناسبة لهم الديدرنت، هذا مزيل لرائحة العرق، يعني العرق يخرج من الجسم بس في مواد معطرة لرائحة العرق، بالإضافة للمواد تقتل البكتيريا اللي تسبب تعفن وتحول إلى رائحة سيئة. هذا الديدرنت، هذا الفرق ما بين الاثنين. فمناسب للأشخاص الذين يعانون من الرائحة ديدرنت، الأشخاص اللي يعانون من فرط تعرق أنتي بريسبرانت مضاد التعرق، هذا الاثنين. نصيحة للأشخاص الذين يعانون من تحسس أو بشرتهم حساسة من المزيلات العرق، يختار أنواع اللي مكتوب عليها الكحول فري، خالي من الكحول وخالي من البارابين وخالي من العطور. هذه الثلاث المواد أيضا أشخاص اللي يعانون من اسمرار في تحت الأبط، لو تركتوا هذه الثلاث المواد وحاولتم تجنبوها هي أكبر مسبب لتهيج واسمرار تحت الأبط. هذه نصيحة تتركوها وتجنبوها. الآن وصلنا لأهم فقرة، ما هو أفضل مزيل عرق وآمن وفعال؟ في الصيدلية أنواع كثيرة، بس أنا أقسمها قسمين، نوع طبي مزيلات عرق ونوع عادي يعني اقتصادي سعرها رخيصة. الطبية مثل لويس ويدمر، فيتشي، بزلاين هذه جيدة. الأنواع العادية زي نيفيا، روكسونا، دوف هذه مناسبة لأشخاص بشرتهم عادية وما تحسس. بس الآن راح أضرب لكم أمثلة لأفضل ثلاثة مزيلات عرق عليه تجارب ومدح. في البداية فيتشي أنصح النوع اللي خالي من العطور من البارابين من الكحول، هذا نوع جيد. رقم اثنين بزلاين برضو نوع ممتاز، الأربعة في واحد يفتح، يحتوي على شبة مادة طبيعية وما يحتوي على أملاح الألمنيوم كلورايد. رقم ثلاثة الترا ماكس برضو من أنواع اللي عليها مدح خاصة في السوشيال ميديا، في ناس جربتها وسعرها مناسب حول العشرينات يعني. هذه الثلاثة الآن راح أضرب لكم أمثلة موجودة في الصيدلية لمزيلات العرق وأشرح التفاصيل عنها. أهم النصائح حول استخدام مزيلات العرق، رقم واحد استخدامها في الليل قبل النوم أفضل بكثير من استخدامها صباحا، تزيد الفعالية بنسبة 50%. رقم اثنين استخدامها على جلد جاف ونظيف وليس بعد الاستحمام لأن الجلد يكون رطب. رقم ثلاثة عدم استخدامها بعد إزالة الشعر بالأمواس أو الشفرة لأنه بعضها تسبب تهيج وتصبغات اسمرار في تحت الأبط. عليها كأمثلة عليها شركة الترا ميكس كانت موجودة في الأونلاين وآي هيرب، الآن متوفرة في الصيدلية وأسعارها جيدة يعني حول 20 ريال تقريبا. بالإضافة في شركات أخرى، هنا شركة دوف عندهم منتجات لا بأس بها يعني، كمثال على ذلك دوف هذا النوع خالي من الكحول ومعطر بجوز الهند، هذا النوع عليه مدح مشهور في بنات وفي أولادي يستخدمون بكثرة على شكل كريم هو أصلا. وفي شركة روكسونا من الشركات العريقة في مزيلات العرق، بالإضافة لشركات أخرى نيفيا وعندهم منتجات عديدة في أنواع ما تبقع في الملابس الأسود والأبيض، بعض الناس يشتكوا أن مزيلات العرق تسبب يعني بقع، هذه ما تسبب. في أنواع أيضا ديودرنت على شكل بخاخ، برغم أنا ما أفضل البخاخ، لا في نوع يعني ديودرنت ما خالي من الأملاح الألمنيوم. أيضا من أمثلة مزيلات العرق فيبكس، هذا استخدم مرة في الأسبوع بس أنا ما أفضله، بعض الناس يستخدمونه. في شركات أخرى ليد سبيد هذا النوع القطني انفيزيبل دراي برضو على مدح لا بأس. بالنسبة للمزيلات الأخرى للشباب اللي يبغون رائحة قوية، إكسي حتى رائحة الجسم هذا ريحته ما شاء الله كويسة، والبشرة اللي ما تتحسس من رائحة العطور والأنواع. أما البشرة الحساسة
فشركة سيباميد مناسبة جدا وأنصح فيها حتى للأطفال، مناسب هذا النوع سيباميد. الآن راح أصور لكم أنواع مزيلات عرق طبية، وكأشهر براند معروف شركة فيتشي، عندهم أنواع ومنتجات عديدة زي هذا النوع خالي من العطور للبشرة الحساسة، ما سبب تهيج ولا اسمرار ولا شيء، وفي نوع للرجال بعطور خفيفة، وهذه شركة طبية ومعروفة وعليها مدح قوي. أيضا شركة لويس ويدمر للناس اللي يعانون من فرط بالتعرق جيدة، بالإضافة في منها على شكل كريم وعلى شكل رول معطر وغير معطر. ومن الشركات الجيدة أيضا شركة بيزلاين، هذه شركة عربية، النوع خالي من العطور 4 في 1، هذا دائما عليه مدح وفي مادة الشابة ويفتح يعني حتى يأخر نمو الشعر، مكتوب عليه كذا. هذه أشهر المزيلات العرق الطبية. في سؤال يتكرر، هل أملاح الألمنيوم تسبب سرطان ومضرة أم لا؟ حسب يعني الأبحاث اللي نشرت، ما في دراسات تربط ما بين السرطان الثدي أو السرطان وما بين أملاح الألمنيوم، ولذلك ليست مصنفة من ضمن الفلزات الخطيرة أو السامة الألمنيوم. وإذا استخدمت بنسبة معقولة زي 20% موجودة في أغلب مزيلات العرق الفعالة، لازم يكون في هذه المادة تمنع التعرق، هي الأساس يعني تعتبر، فإن شاء الله ما فيها ضرر، ما فيها منها حتى أي مشاكل يعني. هذه أهم نقطة، إن شاء الله تكونوا استفدتم عموما من الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنت جديد، وتشغلوا الجرس ليوصلكم كل جديد، وتدعمونا بلايك، واكتبوا لي آراءكم أفضل مزيل عرق في الكومنت، وأنا إن شاء الله راح أكون معكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم وشيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.